الآن هذه الشيلة إهداء من المملكة العربية السعودية لكل جديد من أحمد الغنام التميمي ومحمد الغنام التميمي وعبد العزيز الغنام التميمي وشافي الغنام التميمي وسعيد فهيد الهاجري وضيدان القحطاني إلى الملازم فهد حسين بن مدغم الأحبابي وذلك بمناسبة ترقيته برتبة ملازم 1000 مبروك. غدينا على عليا الفخر فيك ياك حلان الأمجاد مبنية والأوطان محمية علم الله أنك فخر للدار والأوطان ورأس الرجال الوافية والسنافية ورأس الرجال الوافية والسنافية رقينا على عليا الفخر فيك ياك حنان الأمجاد مبنية والأوطان محمية علم الله أنك فخر للدار والأوطان ورأس الرجال الوافية والسنافية يا مدينة هاني في فهد ضبط الميدان لحق مزهاني جات من صافي النية ترجع ملازم ربي يستاهل النجان وقدمت وجه وصفات الرجولية فهد بن حسين المنعم الأحزم المليان من الحطاب ناره غاية من حياة عليه الجهان مثل مثل السماء الحسن عريض الكرم فالخطوط الأمامية ولا الشيخ وقع من رزق ظهر في عشان أخذ مرتبة حسن وصيته وطارية تباري كنا تفي مدى مغرب وإيمان وبنت الفهد نزلناها خير تانية هذا الفتي والمعروف والطيب وادح سن قوان الشانة والمجد شر ومعالية وحور السنة بالبلد ولا الوفا صفا سموا علم الغنى بتسعة الهية يلوك الفخر والتحية والفعول بان موارد الوطن ضد الفعول العدائية رقينا على عليا الفخر فيك ياك حلان الأمجاد مبنية والأوطان محمية علم الله أنك فخر للدار والأوطان ورأس الرجال الوافية والسنافية يا من تزهاني في فهد ضابط الميدان لحق مزهاني جات من صافي النية ترجع ملازم ربي يستاهل النشان وقدمت يا صفا جاني فهد بن حسين المنغم المحزم المليان من الحق بنا وهم دايما حيا عليه التهاني مثل مثل السما الحسن عريض الكرم في الخطوط الاماميه ولا الشيخ والنعم رزق مهر في عشان اخذ مرتبه حسن وصيته وطاريه تباريك انا تلفي مقامه وإيمان وبنت الفهد نرسلها خير تهنية هذا الفتي والمعروف والطيب والإحسان خوان الشانة والمجد شر ومعالية هو والسلام المجد ولا الوفا صفا سمو عالم الغنى مثل ساعة الهية يلوك الفخر والتهنية والفعول إيمان طوالي وطمد الفعول العدائية فالإهداء من عياله وبنت الوصى سلطان من أم العيال الخجلة والسنافية. ليس الوحيدون.